الجنس والمخدرات جوج حوايج اللي يقدروا يخليك مستعد دير اي حاجه، زيد عليها الفلوس اللي عمرك حلمتي بها وانت غتعيش في النعيم، ولكن في رمشه عين تقدر تخسر كل شيء، وكاع الناس اللي زينوا لك الحرام في عينيك غيقلبوا الوجه وما غاديش يعقلوا عليك. جنه الهند بلاصه اللي رجال وعيالات كيعيشوا فيها الاحلام الورديه، الصباح كتصلي وكتامل وفي العشيه كتضرب الزطله وكتمارس الجنس، ولكن في هذا المعبد اللي المستحيل كيتحقق فيه غير ارتكب واحد القوري اكبر خطا في حياته، وفي المقابل غيدفع ثمن كبير غيكلفو سنوات من عمره في اسوأ السجون الهنديه. قصة شاب أسترالي اللي سخن عليه راسه من بعد ما شاف الأخبار في التلفزة على إله الجنس باكفان شيراجنيش، واللي كيعلمك كيفاش تكون إنسان إيجابي وسعيد في حياتك. قائد اللي كان مشهور عالميا في الثمانينات وعنده آلاف الأتباع، يكفي تشد الطيارة وتمشي عنده وكاع المشاكل ديال الدنيا غادي يختفيو، حيت ما كاين غير الحب والسلام والتسامح. عالم فحال هذا شكون ما غاديش يبغي يمشي ليه؟ في هذا الفيديو غيكونوا جوج ديال القصص، تكليخة ديال الراجل اللي خلاته يدمر حياته والذكاء الزائم طائفة وكيفاش حمق أمريكا. صوب لما نطول عليكم ديروا فولو الباج وفعلوا جرس باش كم جديد ونبداو على بركه الله. كتبدا القصه فاش مارك يوصل للهند وكيمشي نيشا للمعبد وكيتلقى بناس زوينين وظريفين اكثر من القياس، تماما داكشي اللي كان كيتوقع فاش شاف الاخبار ديال التلفازه. عجبو الحال بزاف حيت دار كاع الطقوس اللي كيصفيو الجسم من الافكار السلبيه. كيدوز النهار كامل في التامل واللعب باش يحيد ستريس ديال سنوات. كلشي كان غادي مزيان حتى غتلصق فيه واحد البنت هولنديه واللي معاها غيزيد يستمتع بالوقت ديالو تما. جاتو مزيانه، ها هو كيتامل النهار كله وفي العشيه كيكمي الزطله مع صاحبته وعايش بخير، حتى كتقول ليه عرفتي شنو انا راه فين ما كنمشي لامستردام كندي معايا الزطله الهنديه كيشريوها بثمن مزيان تما. شبان لك حتى انت تبدا تسافر لتما وتدي معاك شي كيلو، وحتى كاع الا شدوك في المطار ولقاو عندك التقديرات فغالبا ما غيسمعوك الهضره ويحيدوهم ليك، حيت اصلا راه تما كلشي مسموح، وعاد راه الا درتي هذا البلان غتدبر على راسك نيت. مارك واخا كان خايف الا انه قال ويلي الا كانت مرا كدير هذا الشيء فعلاش انا ما نقدرش نديرو. غيسافروا بجوج بهم المنالي اللي معروفه بالجوده التقديرات وغتدي عند واحد البزنس اللي غيعطيه السلعه، ولكن مارك كيتفاجئ بانه خصو يدي 6 كيلو وماشي كيلو كيف ما قالت ليه الاخرى. ما جا فين يوافق على هاد الشروط حتى كيقول ليه البزنس خصك تعطيني 7 ديال المليون باش نضمن باللي السلعه ديالي مبيوعه وداكشي ديال الربح خذو انت الله يسهل عليك. وبالفعل مارك زعما عطاه الفلوس وقال ليه انا راه هادشي ما غاديش نديه دابا حيت راه باقي مطول في الهند واحد 6 شهور. مع الوقت فلوس مارك بداو كيقلالو والخوف بدا كيسيطر عليه حتى غيقرر يتراجع على القرار ديالو ويرجع عند البزنس يقول ليه رجع ليا فلوسي وخذ سلعتك. ولكن الصدمه هي انه البزنس اللي كان كيتعامل معاه في الاول ظريف قلب عليه وقال ليه السلعه راه ولات ديالك وخاصك تحمل مسؤوليتك. هنا مارك كان غيموت بالخلعه، خصوصا وانه ما بقاش باغي يهرب داكشي ودار بنقص من السفر، فقال مع راسو اجي نصيفط هادشي غير في البوسطه مدينه اخرى في الهند نيت. داز عند بزاف ديال البوسطات وكلهم قالوا ليه خصك ضروري تحل لنا الباليزه نشوفوا شنو كاين فيها، وفي كل مره كان كيتهرب وكيقول لهم صافي راه ما بقيتش غادي نصيفط هادشي. حتى اخيرا غيلقى واحد البوسطه اللي كتصيفط السلعه بلا ما تقلب لك حوايجك، قع بسميتو الورقه اللي فيها المعلومات ديال فين غيصيفط داكشي وحس براسو تفك من المونتيف، وما جات فرحته فين تكمل حتى غيضربوا الضو حيت غيتفكر بلي راه عطاهم سميتو الحقيقيه. مع كيوصل للمعبد كيلقاو البوليس سابقينو كيتسناوه باش يشدوه، وهنا غيبدا سيناريو اخر ديال الجحيم في السجون الهنديه. مع كيدخل الحبس كيتخلع من كميه الهيماج اللي كاين، وبدون ما يفكر دار راسو فحال الى جاه تلف دماغي باش يديوه للمستشفى ديال السجن باش على الاقل يعيش مرتاح وينعس في بلاصه امنه واخا غير شويه. ومع الهنود موالفين بالرشوه الطبيب عاقبيه وقال ليه غتعطيني 5000 روبيه اولا 60 دولار وغنقول للحراس بلي راك بصح مريض. مارك جبد كاع داكشي اللي عنده وعطاه ليه، ولكن غيعاود يتصدم من داكشي اللي غيشوفو في السبيطار، ما كاين غير العفن والزبل وبنادم ملاوح ودبان كثير. ولكن في هادشي كامل غيثير الانتباه ديالو واحد الراجل الشارف اللي ديما كيوسخ حالته والحراس كيضربوه بدون سبب، وغيعرف انهم كيتعاملوا معاه بديك الطريقه حيت في الهند الا كنتي في اخر مرتبه في الهرم الاجتماعي فكلشي غيعتبرك قل من الحيوان. السيد بقى فيه بزاف وقرر انه يخلصو من هاد العذاب، دار ليه الكينه ديال النعاس تحت المساده وخلاه يختار واش يموت ولا يكمل في هاد العيشه. الغد ليه كيفيق كيلقى الراجل مات وكيحس بالفرحه حيت قدر يخلصو من هاد العذاب. الرشوه اللي عطا مارك للطبيب سالات والوقت وصل باش يمشي للزنزانه ديالو، كلشي نعس في الارض وسرق الزيت ترافق منهم. 10 شهور دازت واخيرا وصل وقت المحاكمه، والصدمه انه غيتشد المده ديال 10 سنين غير حيت ما عندوش سوابق والقاضي بغى يدير معاه زوين. المده ديال الحبس سالات ومارك خرج وقرر انه يبقى عايش في الهند، ولكن من بعد غتبان حقيقه اخرى وهي انه الطائفه اللي انضم ليها كلها كانت عباره على كذوب، ما عندها حتى علاقه لا بالحب ولا بالسلام قدر ما كدور على الجنس والثروه. القائد شيراجنيش اللي بدا هذه الطائفه في السبعينات في الوقت اللي بدات فيه حركه الهيبيزم كتشهر، وكان سهل الضحك على الناس اللي كانوا باغيين يتخلصوا من قيود المجتمع اللي كتستهلك الطاقه البشريه وكتخليك تعيش في دوامه الراسماليه ما بين الدار والخدمه. الناس بغاو يعيشوا في تحرر تام، كمي مارس الجنس والرياضه، عيش في مجموعات سلميه الهدف ديالها هو السعاده المجرده من كل ما هو مادي. هادشي خلى التيار الفلسفي ديال هذا القائد يقنع الاف الناس اللي شافوا فيه المنقذ ديالهم من هذا العالم الكبير اللي كيخلع، ودغيا غيقدر يدير بلاصتو في
كندا ومن بعد غيمشي لبلدة أوريغون في أمريكا وغيشري أكبر مساحة فلاحية في الأتباع ديالو يقدروا يعيشوا في انسجام وأمن وسلام. بطبيعة الحال قائد بحال هذا اللي كيعطي الموعظة بأن الفلوس هما خنز الدنيا غيجمع أكبر كمية ديال الفلوس من الأتباع اللي كان كيحرضهم باش إما يسرقوا إما يهددوا والديهم باش ياخذوا منهم الفلوس، لدرجة أنه غيولي معروف في أمريكان بأنه الراجل اللي عنده 93 روز رويس والطائرات الخاصة. طمع ديال هذا القائد كان أكبر من أنه يكون عنده أتباع وصافي، وإنما كان بغي يستولي للبلدة الجديدة اللي مشى ليها باش هكذا يكثروا الأتباع ديالو تولي عنده سلطة سياسية. وما غتجي فين توصل 1983 حتى هو والطائفة ديالو غيغمقوا على السكان ديال المدينة كاملة بزز منهم وغيبدلوا السمية ديال المدينة ويرجعوها بالسمية ديالو واللي هي مدينة رجنيش، وغيبدا يوهم في السلطة باللي بما أنه عنده بزاف ديال الأتباع فحتى هو خصو يترشح في الانتخابات. ولكن كان مشكل واحد، كيفاش يمنع هاد الناس باش ما يصوتوش على الشخص اللي بغاو؟ حيت هو متأكد 100% باللي الناس ديال المنطقة ما كيحملوش وما غاديش يوافقوا على الطائفة ديالو. وبالمساعدة المرافقة ديالو شيلا اللي جابها عنده هي بنت 16 عام، غيديروا خطة جهنمية ما غتخطر حتى شي واحد على البال، وهي أنهم يسمموا الناس ديال المدينة كاملين باش حتى واحد ما يقدر يخرج ويصوت، وهكذا غيقدر يتحكم بالنتائج ديال الانتخابات خبات كيف ما بغى. وبالفعل العام اللي موراه غيوصل الوقت باش يطبقوا الخطه ديالهم، غيصيفطوا واحد المراه عندهم باش تدوز على كاع المطاعم ديال المدينه وتكب واحد الصوص اللي قادوها في المختبر عامره بالسالمونيلا واللي هي واحد البكتيريا كدير الاسهال والسخانه والحرق ديال المعده وتقدر تؤدي للموت بعض الحالات. هاد الصوص غتوزع في اكثر من 10 ديال المطاعم اللي كانوا في البلده، شي اللي غيخلي اكثر من 700 واحد يجيه تسمم والسبيطار ديال المدينه كله غيعمر بنادم ملاوح وكيتقطع بالوجع والسخانه. فاش السلطات بداو كيبحثوا في الموضوع غيكتشفوا بلي هادشي وقع بسبب هاد القائد والمساعدة ديالو، وغيزيدوا يتأكدوا أكثر فاش غيقلبوا المنشأة ديالهم وغيلقاو عندهم مختبر على قدو خاص بالإرهاب البيولوجي وباللي راه في الأصل كانوا باغيين ينشروا فيروس خطر من هذا، ولكن غير اتقوا الله وكان ممكن بلاص ما غير تسببوا في تسمم السكان يصفوها لهم في مرة، وكانت هذه أخطر هجمة بيولوجية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. Operas are at the end always tragic, but there were so many facets, so many dimensions in this opera. I would like to say, people of Oregon, think yourself lucky that this opera came your way.